السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة، عايز اخد رأي الناس في المشكلة ديت. انا مش هغلط في حد ولا هكلم حد، ولكن انا عايز حقي واشوف انا غلطان ولا الشركة اللي غلطانة. انا جبت غسالة تورنيدو، طبعا رحت جبت العربي بضمان العربي عشان الضمان والكلام ده كله. الغسالة عاملة 10,165 جنيه، انا دافع فيهم غير الضريبة 1000 جنيه ضريبة، وكمان دافع فيهم كمان 800 جنيه ضمان عشان يبقى فيه ضمان محترم. اما الغسالة يبقى فيها حاجة ان انا ارجع للضمان والضمان يحل لي مشكلتي، ولكن للاسف الغساله من 20 يوم بدانا نشتغل بيها وكان شغاله كويس تمام زي اي غساله تمام كده، وشغالين بيها عادي، بنحط الغسيل بتاعنا ونطلعه عادي زي اي غساله اتعاملنا معاها قبل كده. يعني مش اول مره نجيب غسالات ولا نشتغل، ولكن لقينا بقى زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو ان الغساله بتجيب ميه. قلنا مثلا ده ممكن يكون من الصرف او اي حاجه، ولكن لاحظنا الغساله ما تيجي تشتغل بتعمل مشكله وبتجيب ميه تحت الباب، وميه كتيره جدا، وكانت ممكن تعمل كارثه عندي في البيت تمام. فاتصلنا يوم 22 بالكول سنتر بتاع شركه العربي عشان حد يجي يحل لنا المشكله. والعاده بتاعت العربي اللي احنا متعودين عليهم ان هو بيجوا على طول، يعني نتصل بيهم مثلا على طول تاني يوم يبداوا يجوا، ولكن المره دي بقى ايه، عشان قلت له الثلاجه الغساله جديده وفيها عطل، قال لي لا هنجي لك بعدها ب5 ايام عشان يخرجني من ال 30 يوم استبدال لو الغساله فيها عيب استخدام. فعملت شكوى في حمايه المستهلك، وبعد كده عشان ان اضمن حقي في ال 30 يوم، فبعتوا لي يوم 23 فني عشان يشوف العيب وصور العيب اللي حضرتك هتشوفوه دلوقتي كده. لما بتبدا تشتغل بتجيب ميه من عند الباب هنا، وصور الباب وصور العطل وصور الميه وهي بتنزل وصور الضمان، وقال لي كده خلاص كده هتبقى ايه الغساله استبدال. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم ان الغساله كل ما بتشتغل بتبدا تجيب ميه، بتبدا تجيب ميه زي ما انتم شايفين كده. اما دورنا بقى في الباب لقينا الباب مقطوع، او الكاوتشه زي ما هوريها لكم برده مقطوعه. الفني قال ان هيبقى في استبدال، فوجئت بعد كده ان هم بيمطلوا ويقول لك لا الحته بتاعت المقفل بقى كده عشان الميه ما تغرقش الدنيا زي ما حضراتكم شايفين كده على طول. ولو شغلنا كمان يعني كمان الغساله فيها ان انت هنا ده موفر للميه، يعني تخيلوا ان ممكن لو انا شغلت البرنامج اللي هو 60 حراره قطن دوت بتبقى ميه كتير جدا وتغرق البيت. المهم الفني بقى تواصل معايا بعد كده فني تاني، قال لي عشان نشوف الموضوع تاني هيجيب لك فني تاني يشوف الغساله تاني. محدش اجا، وراح هم قالوا ان ده عيب استخدام ولازم تصلح على حسابك. دلوقتي الشركه بقى زي ما قلت لكم رفضت الاستبدال تمام. المشكله ان الكاوتشه دي اتقطعت، فتمام بيقول لك ان انت عيب استخدام تمام. ان انا طبعا وانا بطلع الهدوم او زوجته بتطلع الهدوم بقى مسكت قعدت تطلع تقطع في الكاوتشه. يعني شوف الكاوتشه عمرها ما اتقطع، يعني شوف حضرتك هشد اهو عمرها ما اتقطع. دي طقه لوحدها، دي طقه لوحدها، عيب عيب منهم. حضرتك لو شفته كده هنا كده هتلاقيها برضو معلمه هنا فوق برضو اهي، يعني هتطق كلها تمام. كاوتشه ضعيفه جدا، يعني لو شفنا كده كمان اهي يقول لك انا احنا شديناها، يعني احنا بقى عيب استخدام، جبنا سكينه وجبنا قطر وقعدنا نقطع في الغساله اللي هي ب 10,000 جنيه عشان نقول للشركه تصلحنا على حسابها. يعني كاوتشه تمنها معرفش كام، ان هم يعطلوني ان هم يضروني وما يرضوش يصلحوا الغساله اللي هي المفروض لسه في الضمان ولسه في ال 30 يوم الاستبدال. اخد رايكم، الناس تكتب لي في التعليقات رايكم ايه، انا غلطان او الشركه اللي غلطانه او اعمل ايه، وبرضه يدلوني اعمل ايه في المشكله بتاعتي. لان حمايه المستهلك بتقول لي انا هحول هم بتوع تورنيدو او بتوع شيبا العربي في بورسعيد عايزين يحولوا الشكوى لرقابه صناعيه عشان تيجي لجنه من رقابه صناعيه طبعا، والجهاز هيقعد متعطل شهور لغايه ما تيجي لجنه تبت وتشوف انا اللي غلطان ولا هم اللي غلطانين. فعايز الناس تقول لي اعمل ايه في المشكله بتاعتي ديت، وتشوف برضو الناس قبل ما تشتري اي منتج تشوف خدمة ما بعد البيع، ان انت ممكن غصب عنك وحاجة غصب عنك خالص، وممكن كان يكون عيب صناعة وتلبس انت في عيب الصناعة ويقول لك على حسابك، وممكن كان موضوع في مطور او اي حاجة ويقول لك مثلا تكلفة كبيرة جدا، مع ان انت في الفاتورة دافع ضمان ودافع كل حاجة، ورحت بدل ما اشتريها من اي محل من غير فاتورة ووفر 1000 جنيه رحت اشتريتها من فرع توشيبا بورسعيد عشان ما يكون في مشكلة
ان هم يتواصلوا معايا ويحلوا المشكله، مش يقولوا لي ده عيب استخدام. اتمنى يكون الناس تفيدني اعمل ايه. ودي مشكلتي مع الغساله التورنيدو. قبل ما تشتري غساله التورنيدو شوف الفيديو دوت، شوف احنا غلطانين ولا هم اللي غلطانين، ولا الغساله اللي غلطانه، ولا مين اللي غلطان بالظبط. وده كانت مراجعه سريعه جدا لغساله التورنيدو اللي بتجيب ميه والشركه مش عايزه تحل لي مشكلتي، وبتقول ان عيب استخدام ان انا قطعت الكاوتشه ورايح اقول لهم صلحوا لي الغساله. ناس تفيدني. فالناس قبل ما تشتري اي منتج تفكر كويس جدا، تفكر في خدمه ما بعد البيع، تفكر ان انت ممكن يتفرض لك كام فرض، ان انت مثلا يعني مثلا هم فرضوا ان احنا قطعنا واحنا مثلا بنشد الغسيل كان في حاجه قطعت الغسيل ده، هم ليه ما فرضوش ان الجلده كانت ناشفه او كانت قديمه او كانت مقطوعه ومع الاستخدام اتقطعت وكان العيب منهم؟ فهم فرضوا ان احنا عند سوء الاستخدام عندنا احنا. الناس تفيدني اعمل ايه لان مش عارف اعمل ايه؟ هل اصلح على حسابي كده وابقى كده خلصت يعني فقدت حقي، او ان انا استمر في الشكوى؟ وبيقولوا ان ممكن الشكوى لغايه ما تنزل اللجنه تفحص الجهاز من رقابه الصناعه تقعد لغايه 6 شهور. وقبل برضو ما تشتروا شوفوا الفيديو دوت، وانتوا عقلهم لما تشتروا جهاز ب 10,000 جنيه ويفضل عندك قاعد كده ما فيش اي ليه، مش عارف تشغله ولا عارف حد يحل لك مشكلتك ولا حد مسؤول يحل لنا مشكلتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.